ايوه بسم الله. بص، اي داتا بقى بتتنقل ما بين اي جهازين، مثلا ده راوتر وده راوتر، وهننقل ما بينهم داتا. الداتا دي وهي ماشية في السكة عرضة ان هي يتعمل فيها اكتر من حاجة، فاحنا عايزين نأمنها. عرضة بقى ان يحصل فيها ايه؟ عرضة ان هي، خلينا نقول هنا، عرضة ان هي تتسرق، فحد يعرف محتواها، وممكن يبقى المحتوى ده حاجة احنا مش عايزين حد يعرفها ويستغلها ضدنا، تمام كده؟ او ممكن حد يسرقها ويعدل فيها ويبعتها لي. يعني مثلا انا بعت لده، بقول له ابعت لي 1000 جنيه، قام جاي ده اخدها وعدلها وخلاها 100000 جنيه، يبقى انا عدلت فيها. او ممكن ده ما يبعتليش حاجة والهاكر يبعتها لده، على ان هو مين، على ان هو ده. ايه اللي يضمن لي ان الداتا اللي جاية لي هنا في النقطة دي، ايه اللي يضمن لي ان هي فعلا جاية لي من المصدر الحقيقي اللي انا بثق فيه؟ وايه اللي يضمن لي ان وهي ماشية ما تلعبش فيها في السكة؟ وايه اللي يضمن لي ان لو حد سرقها مش هيفهم منها حاجة؟ هو ده اللي هيوفره لك إياها الاي بي سيك، ان هو هيأمن لك الداتا اثناء النقل بتاعها، تمام كده؟ فاحنا اخدنا الجي ار اي وشفنا ازاي هيعمل تانلينج، ها؟ بس الجي ار اي باي ديفولت ما بيعملش ايه؟ انكريبشن. هنا بقى يجي دور الاي بي سيك، ان انا هقول للداتا قبل ما تطلع من التانل اللي انا مظبطها بالجي ار اي، ها، استلمها انت يا اي بي سيك واعمل فيها ايه؟ امنها بقى، تمام كده؟ وعلى فكره الاي بي سيك نفسه يقدر لو انت عايز هو اللي يعمل لك موضوع التنل، ونستغنى تماما عن الايه؟ عن الجي ار اي. بس الجي ار اي تنلنج محترم شويه وفي امكانيات زياده، لكن التنلنج بتاع الاي بي سيك تعبان شويه على قده، تمام كده؟ طيب يا سيدي، تعال بقى نشوف واحده واحده كده ايه اللي احنا محتاجينه. الاي بي سيك ده عباره عن ستاندرد، يعني مش حكر على فيندر. اي بي سكيورتي، تمام. بيوفر لك ايه بقى؟ بيوفر لك سي اي اي وانتي ريبلاي وتانلينج وكي مانجمنت. هنفهم واحده واحده ايه معنى الكلام ده. نبدا بالسي. سي كونفيدنشياليتي، يقول لك ايه؟ قبل ما الداتا تتبعت، ها، هتتشفر حضرتك. يعني لو حد سرقها مش هيفهم منها حاجة. ادي اول حاجة احنا مهمة جدا لازم نعملها. طب هتتشفر بايه؟ في بروتوكولات كتيرة اخترعوها لتشفير الداتا قبل ايه؟ ارسالها. فهو الاي بي سيك عنده مجموعة من اللي انت بتنقي منهم اللي انت عايزه. الاي بي سيك ده عبارة عن باكج على بعضها، ها؟ مش بروتوكول واحد، لا، ده عبارة عن باكج بتعمل لك كذا حاجة. عايز كونفيدنشاليتي تلاقي جوه الاي بي سيك شويه يعملوا كونفيدنشاليتي، عايز حاجه اسمها اوثنتيكيشن تلاقي جواه شويه يعملوا اوثنتيكيشن، وهكذا. خلينا نبدا بالكونفيدنشاليتي. انا عايز يبقى فيه خصوصيه. يقول لك والله عندك يا عم الديس، الاي بي سيك يقدر يصطدم، وعندك التريبل ديس، عندك الاي اس، عندك السيل. اقواهم ايه المفترض؟ هنا بمعنى المفروض كونفيدنشاليتي يعني خصوصيه. طيب ماشي. لا، موسيقية اللي هي authentication، حاجة confidential يعني حاجة. طيب بيستخدم ايه بقى؟ بص، الدس ده عبارة عن حاجة بتاخد الداتا تلخبطها ومش عارف تغير الأرقام وتبدلها بحروف ومش عارف تجيب الحرف الأولاني في الآخر ومش عارف. المهم يعني إن هو بيطلع صورة في الآخر من الداتا، اللي ياخدها ما يفهمش منها حاجة. تمام؟ واي الجوريزم بيصمم عشان يشفر الداتا بيحتاج كي كده. هي معادله بيدخل معاها الكي، يطلع شويه حاجات ملخبطه كده مش مفهوم منها حاجه. طبعا. الناحيه الثانيه بقى يبقى معاه ايه؟ الطرف الثاني ياخد شويه الحاجات الملخبطه ودخلها على نفس المعادله بنفس الايه؟ بنفس الكي. نفس الكي عشان يحلها. يطلع بقى الايه؟ النسخه اللي مش مشفره. طبعا. وكل ما الكي ده يكون كبير، الكي اللي هتستخدمه للتشفير يكون كبير، كل ما يكون يعني صعب ان هو حد يعرفه. فكان الكي بتاع الديس
56 بيت بس، والديس ايه يعني سهل ان انت تكسره لو انت عندك حاجه مشفره بالديس، سهل ان انت ايه تفك الشريحه. فعمل التريبل ديس ده، التريبل ديس ده قوي جدا، بس الاقوى منه هو الاس. المفترض ان السيل ده هو اخواهم، بس اكتشفوا فيه ثغره، فعشان كده بينصحوا يعني ان انت ما تستخدمش الايه السيل. فعشان كده انت لو عايز سكيورتي عاليه خليك في الاي اس، والاي اس بيقدر يستخدم اطوال مختلفه من الكيز. فاحنا بقى ممكن نستخدم الايه ال 256 ده. طبعا كل ما هتعلي ليفل السكيورتي الانكريبشن، كل ما ده هيحتاج بروسيسنج اعلى وهيعمل ديلي والناحيه الثانيه يفك. فهي معادله ما بين الايه؟ ايوه، معادله ما بين السكيورتي والبرفورمانس. طيب يا سيدي، انا كده اطمنت ان الداتا اللي طالعه من النقطه دي للنقطه دي لو حد سرقها مش هيفهم منها حاجه. طب انا ايه اللي يضمن لي بقى ان الداتا اللي جايه لي، ابص اصل دلوقتي اللي رابط لي الراوتر ده بالراوتر ده السيرفيس بروفايدر. انا دلوقتي قاعد في امان الله، لقيت داتا جايه لي، ايه اللي يضمن لي ان الداتا اللي جايه لي ديت جايه لي من المصدر الموثوق فيه اللي في الطرف الثاني، من الراوتر اللي انا فعلا حاطه في الفرع الثاني؟ ايش عرفني؟ قال لك اه، ساعتها بنحتاج ايه بقى؟ ان احنا نكون مظبطين هنا كي، ومظبطين هنا ايه؟ كي. عشان كده بيسموا الطريقه دي بري شيرد ايه؟ كي. والراجل ده مش هيقبل داتا من ده الا اذا كان فيها نفس الايه؟ نفس الكي. فدي طريقه بيسموها ايه بقى؟ اوثنتيكيشن. ازاي تستوثق ان الطرف الثاني موثوق فيه؟ بس خلي بالك ده ممكن الكي ده وهو بيتنقل يتسرق. قال لك ما احنا هنعمل له ايه؟ حاجه اسمها هاشنج، هنشوهه كده قبل ما نبعته. مظبوط. اما بالام دي 5 او بايه؟ او بالشا شا اس اتش اي. دول طريقتين. ها دول مش تشفير، دول تشويه للكي قبل ارساله عشان اللي يسرقه ما يفهمش منه ايه. ودي جزء من الهاشنج. ما هو ده الهاشنج. الهاشنج بيتعمل يا اما بالام دي 5 يا اما بالايه؟ بالشا. تمام كده؟ يبقى خد بالك دول لتشفير الداتا، دول لتشويه الكيز. دي طريقة، أو طريقة عن طريق سيرتيفيكت ار اس اي سيجنتشر. دي فاكر احنا كنا شرحنا قصة السيرتيفيكت دي وازاي تتأكد ان الداتا اللي جاية لك من موقع الفيس اللي انت فاتحه ده هو موقع الفيس الحقيقي. برضه هنعمل حاجة شبه كده عن طريق سيرتيفيكت، لكن احنا التطبيق العملي اللي علينا ان احنا نعمل الكلام ده بالايه؟ بالبري شيرد كي. طيب اللي هو بالهاش، اللي انا بقى بعمل له هاش عشان امنه قبل ما ابعته، يعني الهاش ده لتامين الكي اثناء ارساله. طب يا سيدي كده انا اطمنت ان ان شاء الله الداتا اللي جايه لي ما حدش هيفهم منها حاجه لو سرقها، وان الداتا اللي جايه لي جايه لي من المصدر اللي موثوق فيه. بص بقى ممكن الهاكر يعمل ايه؟ الداتا جايه من مصدر موثوق. اهي ماشيه ماشيه ماشيه. الداتا دي مبعوث فيها ابعت لي 100,000 جنيه. يقوم جاي الهاكر عامل ايه؟ واخدها بس مزود عليها صفر ويخليها هي طالعه من المصدر الموثوق، فزود عليها ايه؟ ايه اللي يضمن لي بقى ان الداتا وهي ماشيه ما تلعبش فيها في السكه؟ فيقول لك احنا محتاجين نعمل حاجه اسمها ايه؟ انتجريتي. انتجريتي. authentication for each packet. انا عايز اضمن، انا مش بس في بدايه الكلام هتاكد من صاحب الرساله اللي جاي ده، انا مع كل رساله هيبعتها لي لازم يكون فيها حاجه تثبت لي ان هي طالعه منه، وايه كمان؟ ويرد عليها كمان، وان هي ما تلعبش فيها في السكه. فبنستخدم في الموضوع ده حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها اتش ماك ام دي 5. لاحظ الام دي 5 داخل معاك في ايه؟ في تشويه الكي، وعشان نتاكد الداتا برضو ما تلعبش ايه؟ ما تلعبش فيها. طيب اتش ما حاجه اسمها اتش ماك ان دي 5، وحاجه اسمها اتش ماك ايه؟ برضو شاب. ايوه ده عشان اتاكد ان الداتا ما تلعبش فيها وان هي وصلتني زي ما طلعت من المصدر بالظبط، مش حد اخذها ولعب فيها وهكذا. طب ساعات الهاكر يعمل ايه بقى؟ يعمل حاجه اسمها انتي ريبلاي. انت ريبلاي ده يعمل ايه؟ يقوم جاي بص انت باعت ابعت لي 100,000 جنيه.
تمام كده؟ تمام. هو مش هيعدل فيها، لو عدل فيها انا هعرف. هو ياخدها زي ما هي ويبعتها بعدها بشوية هي هي تاني زي ما هي. فكده انت هتفتكر ان انا بعت لك، يبعت لي 100000 جنيه كام مره؟ مرتين. مرتين. فلا ما تقلقش، برضه الاي بي سيك هيحميك من الموضوع ده عن طريق ان هو بيحط في الرساله حاجه اسمها سيكونس نمبر. السيكونس نمبر ده لو اتكرر، السيكونس نمبر عباره عن رقم سيكونس المفترض يزيد ما يتكررش. فطبعا لو انا خدت الرساله دي زي ما هي وبعتها لك وانا سرقتها وبعدها بعتها بعدها بشويه، هلاقي السيكونس نمبر اتكرر كده، يبقى الرساله دي مكرره، يبقى هرفض ان انا ايه، ان انا استخدمها. تمام. ده بالنسبه لايه، للانتي ريبلاي. طيب بص بقى الانتجريتي ده ازاي اتاكد ان الداتا وهي طالعه ما تلعبش فيها. بص يا سيدي، انا دلوقتي عايز ابعت للطرف الثاني ده داتا، الداتا دي عايز الطرف الثاني يطمن ان هي وصلته زي ما طلعت من عندي. ايه اللي بيحصل؟ بتفق انا وهو الاول على، قبل ما ابعت الداتا بتفق انا وهو على كي. الكي ده مش هنستخدمه لتشفير الداتا، الكي ده بستخدمه عشان اعمل الانتجريتي للداتا. اوكي، بتفق على كي. وبعدين طبعا طالما اتفقنا على كي، والاتفاق ده بيبقى اتفاق سري، يعني لو حد تالت مش هيبقى عارف هذا الايه، هذا الكي. جاي اعمل ايه؟ اهو انا واخد الداتا والكي، دخلهم على معادلة اللي هي انهي بقى؟ ال HMAC MD5. HMAC MD5 او الاقوى منها اللي هي ايه؟ ال HMAC Shop. يطلع ناتج. الناتج ده هعمل فيه ايه؟ هبعته للطرف التاني مع الداتا. سي ناتج اكس. الطرف الوحيد اللي معاه نفس الكي هو مين؟ الطرف التاني. يقوم جاي هو واخد ايه؟ انا بعت له الداتا بلس ايه، ها اكس. يقوم جاي هو عامل ايه؟ يقوم جاي واخد الداتا وهو معاه نفس الكي اللي احنا اتفقنا عليه في الاول، يقوم جاي بنفس الكي بدخلها على نفس المعادله. لو طلع له اكس شبه اللي انا بعتها له، يبقى كده الداتا ما تلعبش فيها في السكه. لو طلع له حاجه مختلفه يبقى الداتا دي تلعب فيها في السكه. تمام كده؟ طيب بص بقى الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان احنا محتاجين كطرفين بنتكلم مع بعض نتفق على الكي اللي هيتم استخدامه فور انتجريتي. ومحتاجين انتجريتي، ومحتاجين نتفق على الكي اللي هنستخدمه في الانكريبشن. مش احنا هنشفر الداتا اما بالديس او التريبل ديس، محتاجين كي فور انكريبشن. وهنا اللي هيقوم يبقى احنا عايزين نتفق على كي، ولازم اتفاق الطرفين على الكي يكون بطريقه سريه جدا جدا، بحيث ان لو حد كان مراقب عمليه الاتفاق ديت ما يفهمش منها حاجه. وهنا يجي دور بروتوكول عبقري اسمه ايه بقى؟ ديفي هيلمان. دول اسماء تقريبا اتنين المان باين ولا مش فاكر بالظبط. المهم دول اخترعوا حاجه اسمها ديفي هيلمان جروب. دي عباره عن ايه؟ عباره عن بروتوكول الطرفين بيتكلموا مع بعض ويتفقوا مع بعض على الكي اللي هيحتاجوه للانتجريتي والكي اللي هيحتاجوه للانكريبشن بطريقه تخلي اي حد يسرق الحوار ده ما يفهمش منه حاجه. تمام كده؟ وبعدين لما يتفقوا على الكيز يبداوا بقى يستخدموها في تشفير الداتا. مش بس كده، ده الكيز ده هيحصل لها تجديد كل فتره كده عشان ايه؟ نزود ليفل السكيورتي. فعملوا بقى انواع من الديفي هيلمان، ديفي هيلمان جروب 1. دول يقدر الطرفين يتفقوا على كي يوصل
طوله لحد 768 بيت. دي في هيلمان 2 1004 وهكذا بقى، في انواع من الدي في اي. الانواع الجديده دي من اول فيرجن 15. احنا محتاجين كيز نتفق عليها عشان الداتا انكريبشن وعشان نعمل هاشنج ليها للداتا، وبتبقى رينيوبل كيز. رينيوبل. في اي سؤال؟ طب الاي بي سيك تانلنج بقى، انا ممكن استخدم جنب ان الاي بي سيك يعمل شغل السكيور كده. احنا فهمنا بقى، بص ان الاي بي سيك يقدر يعمل لك ايه؟ سي كونفيدنشياليتي، اي انتجريتي، اي اوثنتيكيشن، انتي ريبلاي. فهمناها انتي ريبلاي عشان ما حدش ياخد ده زي ما هي ويعيد ارسالها ليا تاني. ويقدر يعمل تانلنج، واقدر اعمل كي مانجمنت. كي مانجمنت اللي هو مقصود بيه ايه؟ الديفي هيلمان ده، اتفق مع الطرف اللي قدامي على كيز. بس احنا بنعمل ايه؟ بناخد من الجي ار اي التانلنج، وبناخد من الاي بي سيك الانكريبشن. بص بقى يا سيدي، يقول لك لو انت عايز فين، لو انت عايز الاي بي سيك يعمل لك تانلنج بس، سوري تانلنج وانكريبشن، بتشغله في حاجه اسمها تانل مود. لو انت عايزه يعمل لك انكريبشن بس، او مش انكريبشن بقى، السي اي اي اللي احنا شرحناه ده، بتشغله في حاجه اسمها ترانسبورت، ترانسبورت مود. تمام. يبقى لو انا هستخدم الجي ار اي يبقى هاخد هشغل اي بي سيك في انهي مود؟ انا هستخدم الجي ار اي يبقى هستخدم ترانسبورت مود، مش محتاج التانل مود. طيب ساعات يقول لك ايه، احنا محتاجين نعمل، محتاجين نعمل فين؟ احنا قلنا سي اي اي. لا احنا محتاجين اي واي بس، يعني محتاجين اوثنتيكيشن ومحتاجين انتجريتي، لكن مش فارق معانا الداتا تشك. يعني انا محتاج اتاكد ان الداتا اللي جايه لي جايه لي من مصدر موثوق فيه، وان هي ما تلعبش فيها في السكه، لكن مش لازم تتشفر. تمام كده. فقال لك خلاص لو سيادتك شغلت نوع من الاي بي سيك اسمه اوثنتيكيشن هيدر اي اتش، الاي اتش ده هيوفر لك اي اي انتي ريبلاي بس من غيرها، من غير تشفير. الاي اس بي ده النوع الثاني من الاي بي سيك، ده بيشفر. تمام. فاول انواع انا كاتبها اهو. بص يا سيدي، عايز ايه؟ اي اس بي. طب لو شغلته في الترانسبورت اللي هو مش هيعمل تانلنج، يبقى كده هيوفر لك ايه؟ سي اي اي انتي ريبلاي، ترانسبورت مود، مش هيشفر. سوري مش هيعمل تانلنج. طب تانل اي اس بي، يبقى سي اي اي انتي ريبلاي وايه كمان؟ ها، وتانلنج. اوثنتيكيشن هيدر، يبقى مفيش سي بقى، في اي اي وانتي ريبلاي. طب ترانسبورت، يبقى مفيش تانلنج. تانل، تانل يبقى هيعمل تانلنج. اي اتش يبقى مش هيعمل ايه؟ ها، انكريبشن. دول الاربعه مودز اللي ممكن يشغل فيهم الايه؟ الاي اس الاي بي سي. عايزه يعمل تانل، تستخدم التانل مود. مش عايزه يعمل تانل، استخدم ترانسبورت مود. عايزه يشفر، استخدم الاي اس بي. مش عايزه يشفر، تستخدم الايه؟ الاي اتش. تمام كده؟ اوكي. طيب اي بي سيك اوبريشن دي بقى من الحاجات المعقده اللي بتعقد الناس في كورس سي سي ان، فيعني حرام نخش فيها. هنخش على الكونفيجريشن على طول. أيوة. تمام؟ عشان ما توهكش في الموضوع ده، شغلانه بقى طويله عريضه كده. طيب هو الطويل اللي بيقول لك بس كده نسوي هذه وخلاص، يعني وش الفائده منها؟ تمام. يبقى احنا كده ايه، شفنا فكرة الاي بي سيك. ده لاب اهو، ده لاب انا عامله مظبط فيه الفين بوينت وبوينت الجي ار اي، مظبطه فيه. طيب الجي ار اي اهو، دخلت عملت التانل سورس والتانل عند الراوتر الاولاني والتانل عند الراوتر الثاني، وعملت الاستاتيك راوتنج، كل حاجه تمام زي الفل. وبعدين امنت الدنيا بالايه؟ بالجي ار اي. تعال اوريك اللاب، سوري بالاي بي سيك.
بس الكونفيجريشن بتاعت الاي بي سيك معقده شويه. ده شكل اللاب. بص انا عملت ايه، عملت طنل من 30 واحد ل 40، ايه ل 40 واحد، تمام. الطنل دي جي ار اي، الجي ار اي ما بتشفرش باي ديفولت. انا بقى قمت جاي عامل كونفيجريشن اي بي سك عشان تشفر الشغلانه بقى. بص كل دي كونفيجريشن للاي بي سك، دي هتتكتب على الطرفين. من ضمن بقى الحاجات اللي في الكونفيجريشن دي، بص احنا هنشفر بايه؟ بالتريبل ديس. طب هنأمن الكي بايه؟ بالشاط. طب مش احنا لازم نتفق على الكي اللي هنشفر بيه والكي اللي هنعمل هاشنج بيه؟ طيب فهستخدم دي في هيلمان جروب 2، عشان قلت لك في جروب. بص حتى واحنا بنشرح اهو قلنا دي في هيلمان اهي، في منها ايه جروب 1 وجروب 2 وجروب 5. فانا هنا محدد جروب كام؟ جروب 2. طب الكيز دي هيحصل لها تجديد كل قد ايه؟ كل ده كده بالسكند، ده تقريبا يعادل بالسكند 24 اور، يحصل لها تجديد كل 24 ساعة. طيب ايه كمان؟ هنتأكد من هوية الطرف الثاني ازاي؟ مش قلنا يا اما بري شيرد كي يا اما سيرتيفيكت؟ بري شيرد كي. طيب هأمن الداتا، هعمل البرايفسي او سوري الانتجريتي، اتاكد ان ما اتلعبش فيها اثناء نقلها ازاي؟ بالاتش ماك، بالشا اتش ماك. هستخدم الانهي مود، المود الترانسبورت اللي هو من غير تانلينج. هشفر الداتا بايه؟ بالتريبل ديس. هستخدم الاي اتش اللي بيعمل انكريبشن ولا الاي اس بي اللي بيعمل انكريبشن؟ هستخدم الاي اس بي، تمام كده. وببدا اطبق الكلام ده على تانل زيرو. طيب يعني اي داتا طالعه من تانل زيرو يتعمل لها الشغل اللي انت شايفه. اخد دول كده زي ما هما، كوبي بيست على تانل زيرو هنا وكوبي بيست على تانل زيرو هنا، كده هضمن ان الداتا وهي طالعه قبل ما تطلع ايه اللي يحصل فيها؟ تتشفر بالاي بي سي. تعال حتى نجرب نراقب الاول الداتا قبل ما ايه ما تطلع. هاجي على الفتحه دي كده اقول له ستارت كابتشر، اقول له اوكي. تعال بقى نجرب دلوقتي نعمل ايه. البنجاية هتتشفر قبل بعد، مش تفهم منها حاجه. أوكي. بص تعالى اجرب هنا ابينج، والراجل ده عنده شبكتين، شبكه واحد هنا 201، يبقى انا هاجي من ده كده هقول له ايه، انا عايز ابينج على الراجل ده عنده 3.1 و4.1، فانا هاجي من ده كده اقول انا عايز ابينج على 192 على 6.8.3.1 سورس. انا بس عايز الداتا وهي طالعه من عندي تطلع بالاي بي ده، عشان تبقى طالعه من 1.201 رايحه ل 3 كام؟ ل 3.1. فاقول له سورس 192.168.1.201 انتر. في ايه؟ ثانيه واحده كده. اف 0 على 0 اللي هو يعني ايوه 1.2.1 شو اي بي انترفيس بريف ده 1.2.1. طيب شو اي بي روت 3 موجودة، يبقى انا اولا عايز ابنج على 192.168.3.1. ده مش هيتشفر، ده لازم اقول له سورس 192.168.1.201. قال لي اشمعنى المرة دي اشتغل يعني. طيب ما علينا، تعال بقى نشوف الواير شارك
بص يا سيدي، دول العشرة اللي اتبعتوا في آخر بنجاية من مين؟ بص طبعا الاي اس بي شايف ان ده طالع من 30 واحد وحل 40 واحد، مش عارف مين اللي من ورا هنا بعتها لمين ورا هنا، مين اللي امن الداتا دي وظبطها وشفرها. بص الاي اس بي افتحها كده مش هتفهم منها حاجه. يعني لو جيت هنا قلت له ايه وريني كده بيانات الداتا ديت فولو، مش هيجيب لي حاجه خالص. بص مضمون الداتا، بص شايف مش مفهوم، مش معروف دي بنجايه ولا ايه بالظبط، ولا تلنت ولا اس اس ولا اي حاجه. كل الترافيك اللي هيطلع من النقطه دي هيمشي في الطلع للنقطه دي، هيبقى مشفر. في اي سؤال؟ انا كده باختصار الاي بي سي، كان ممكن نقعد نشرح في الاي بي سي كده ساعتين ثلاثه ولا حاجه، بشرح ازاي بيشتغل. ايوه انت قلت لي ايه؟ انت قلت لي اختصر يعني، فانا بحاول اختصر لك على قد ما نقدر. نقفل الفيديو ده على كده ونشوف حاجة تانية.